أهلا بكم. حدد اتحاد كرة القدم أمس يوم 30 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لإقامة نهائي كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للموسم الماضي للموسم الجديد، وتنطلق منافسات البطولة المؤجلة في 9 سبتمبر المقبل كانطلاقة للموسم الجديد الذي يستهل بالبطولة المؤجلة، ومن ثم خوض منافسات كأس الاتحاد التنشيطية. يذكر أن مسابقة كأس أمير البلاد حفظه الله ورعاه للموسم المنقضي تم ترحيلها إلى مطلع الموسم المقبل بسبب ارتباط الأزرق بخوض تصفيات مشتركة لكأس العالم وكأس آسيا والدور التمهيدي لبطولة كأس العرب.